حياكم الله مشاهدي بلقيس أينما كنتم، عيدكم مبارك وجعل الله كل أيامكم أعياد عامرة بالخير والهناءات والسلام. نحن معكم اليوم في الحلقة 31 والأخيرة من برنامج حيث الإنسان، معكم وبكم وصلنا لآخر محطة من برنامج حيث الإنسان، وصلنا معكم لأبعد الأماكن عن الكاميرا والأقرب إلى القلب. شاهدنا دموع الكبار، سمعنا قصصهم، ورافقتنا ابتسامات الأطفال وأصوات ضحكاتهم. ابتسمنا لشغفهم وحزننا لأجل الجميع، لأجل بلد يصارع أبنائه بمفردهم، لكننا لم نقف حزانا فقط. حاولنا أن نفتح باباً للأمل، ورددنا طوال أكثر من 30 حلقة أنه بالإمكان أن نمحو بعض الأحزان. كل يوم عشنا تفاصيل حكاية منسية لم تجدها الدولة ولا التفتت لها المنظمات القابضة على المساعدات الإنسانية. حكاية الإنسان اليمني في ظل الحرب، نزوح وتشرد وتسرب من التعليم ومخيمات لا تقي من الشمس ولا تحمي من المطر، وحكايات أخرى تراكمت أوجاعها من قبل الحرب، طرق لم تعبد ومدارس متعثرة وأسر متعبة ومشاريع بحاجة لدعم وقرى بلا صحة ولا تعليم. هي ما تمكننا من الوصول إليه، وكان بودنا أن نمسح دمعة إنسان في كل محافظة يمنية، ولكنها الحرب الحرب الحرب. مشاهدينا، في مستهل هذه الحلقة نستعرض معكم أسماء الفائزين معنا في الحلقة 29، وهم أروى أحمد محمد عقلان صالح، كانت الفائزة الأولى من صنعاء، والفائزة الثاني محمد إبراهيم محتسب حنشور من عدن، والفائزة الثالث سليمان أحمد جيلان علي عابد من الحديدة. مشاهدينا، الآن على الموعد مع قصة جديدة من حيث الإنسان. مشاهدينا، حيث الإنسان يحكي آخر قصصه، وهي تنقلنا إلى نحو جزء من حياة الطالب الجامعي في اليمن. قد تبدو الحياة غير عادلة هنا، وكما قيل ليس المهم أن تعيش وحسب، الأهم أن تعيش جيدا. في هذه الشقة العارية من كل شيء، تبدو فرصة الحياة الطبيعية ضئيلة أمام ثلة من الطلاب الذين توجهوا للتحصيل الأكاديمي في مدينة عدن. فقراء جاءوا، ومن أشد مناطق البلاد فقرا، إنها الأزارق في محافظة الضالع. نحتاج يعني الأدوات، الغرف، أسرة، بطانيات، فرشان، أدوات مطبخ، أدوات الحمام، والكهرباء ماشي، مراوح، و قطائف، البطانيات والمخدات، فرشان، تغذية. 20 طالبا هنا لا شيء لديهم سوى طموحهم الذي يتجاوز قسوة واقعهم. قد تبدو قسوة الحياة هنا في هذه المنطقة الحارة بلا معنى، حيث الإنسان زارهم وحاول إسنادهم، فقدم لهم ما يكفيهم عناء المشقة والخذلان.
وجدهم فريق حيث الإنسان لا يملكون غير العلم حافزاً ودافعاً وقوة يتكئون عليها أمام ضربات الظروف القاسية، فانطلق لتوفير طلباتهم تأثيث الشقة وتجهيز أدوات المطبخ ومؤونة العيش. أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتلا الألوان، أن نجعل ما يحدث بالإضافة إلى منظومة كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية قادرة على تشغيل عدد من المراوح التي تقيهم من الحر ولساعات البعوض. أن ننقذ قدر وصلت المشتريات وبدأت تكتسي الشقة بها، ومعها تكتسي ملامح الطلاب بالراحة، لن يخشوا بعد اليوم حرارة عدن القائضة. قطرة خير قد تحدث في العتمة، قد تجعل لليل ضمير، قد تبقي فينا هذه الأشياء على بساطتها ستمكنهم من احتمال الكثير من المتاعب والصعاب. معظم الطلاب في اليمن لا يحصلون على شهادتهم الجامعية دون عناء أو مكابدة. تمكن الفريق من توفير كل الاحتياجات اللازمة لإقامة سكن طلابي يستوعب مجموعة من الشباب ويعينهم على مواصلة دراستهم الجامعية. تم دعمنا وتوفير جميع متطلباتنا ولله الحمد، وفرت لنا طاقة شمسية كافية للشقة بأكملها، وفرت لنا الفراش، وفر لنا البطانيات، وفرت لنا المراوح، وفرت لنا أدوات المطبخ، وفرت لنا التغذية، وفرت لنا كل ما يحتاجه السكن، ولله الحمد والشكر على هذا الجهد الذي بذلوه ووفروه لنا أخواننا الذين دعموا السكن. نوجه من هذا السكن الذي نحن فيه في الصرح العلمي، نوجه الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لكل من ساهم وكل من دب وكل من تحرك وكل من تحرى على دعم هذا الطالب الفقير، على دعم هذا الطالب العاجز، على أن يواصل دراسته، على أن يواصل تعليمه. الآن الحمد لله الأمور موفرة، وندعو أخواننا الطلاب وندعو كل من كان في قلبه حماس لأن يواصل تعليمه الآن أن يلتحق بنا. نحن الآن في مكان مؤثث جاهز بفضل الله ثم بفضل الخيرين والذين تحركوا معنا، لهم منا جزيل الشكر والتقدير والامتنان، وجزاهم الله ألف خير، وندعوهم لمواصلة دعم هذا المشروع حتى نسمو في مشروعنا هذا، لأن أملنا أن يكون المشروع كبير جدا ويحتوي لمئات الطلاب العاجزين عن مواصلة التعليم. تم دعم الشقة للطلاب بتأثيثها من أدوات مطبخ، أدوات حمام متكاملة، وتأثيث الغرف من قطائف وفرشان ومخدات ومكارث وبطانيات ومراوح وحتى الضوء. إن شاء الله عند وصول الكهرباء إلى الشقة سيتم توفير المكيفات، وندعو كل الطلاب أخواننا إلى
إلى مواصلة طلب العلم، إلى مواصلة طلب العلم، حيث كل سبل الأساسية سبل الحياة يعني متوفرة. بوسعهم الآن إعادة ترتيب الفكرة وفق الإمكانيات والالتفات لتحصيل المعرفة، وبوسع فريق حيث الإنسان أن يكون أكثر سعادة منهم وهو يتلمس بهجة المكان هنا، هنا حيث الإنسان. بالإمكان أن نصنع للأمل مكان، أن نوقف قتل الألوان، أن نجعل ما يحدث كان. بالإمكان أن نمحو بعض الأحزان، أن نمسح دمعة حرمان، أن ننقذ قدر الإمكان. إذن مشاهدينا 31 حلقة عشناها بتفاصيلها، 31 مشكلة و31 حلا، و11 محافظة، تفاصيل كثيرة مشاهدينا ربما غابت عنكم ولمسها فريق برنامج حيث الإنسان، سواء العاملون في الداخل على الأرض أو المنتجون والمعدون الحلقات بصورة يومية. فترة زمنية وجيزة منذ ولادة الفكرة وحتى بدء التنفيذ، ميزانية ليست كبيرة وجهود لمس أثرها الناس، في حين تتغنى المنظمات العالمية بالملايين ولا نجد لتلك الملايين أثر يذكر. حيث الإنسان كانت فكرته كيف نصل للإنسان اليمني الذي عانى ويلات الحرب، كيف يمكن أن يشمل مشروعا واحد منطقة أو مخيم أو قرية أو أسرة على أقل تقدير. نتابع بعض تفاصيل حيث الإنسان. مئات الساعات قضيناها معا وإن كان كل منا على طرف من العالم، تواصلنا بكل الطرق الممكنة، وكانت الضحكة هناك ترتد دموعا وفرحة هنا. إنه حيث الإنسان، الفكرة والهدف والمعنى، البرنامج المتخفف من الأهداف ما عدا الإنسان، الإنسان اليمني. كان شكل البرنامج المخالف لطبيعة ما تقدمه قناة بلقيس أو ما اعتاده الناس أن تقدمه القناة على مدار 4 سنوات الماضية، كانت هذه نقطة تثير المخاوف، أنه لا يمكن أن ينجح هذا المشروع أو لا يتقبله المشاهد، خصوصا في رمضان، وأنه في رمضان المشاهد اليمني عادة يمضي نحو الدراما، والبرنامج هذا خلفيته الإنسانية كانت يعني تقدم قصص صعبة و يعني مأساوية جدا، فكانت كل هذه المخاوف تثير أو تثار حول أنه البرنامج لن يحقق الهدف المطلوب منه. ولكن بحسب ما لاحظنا من ردات الفعل أو من صدى البرنامج في السوشيال ميديا ولدى الناس، أنه البرنامج كان حقق هدف جيد أو حقق أو كان جيد خلال العرض وحقق الهدف المطلوب منه. العمل مع الناس البسطاء متعة وحياة وجمال في الروح لا يعلمه إلا من سار صادقا إليهم، طالبا منهم المساعدة بأن يسمحوا له أن يؤدي واجبه تجاههم. بعض الملتزم، أنا العيد الكلمة دي ما ضربت طلع يا أخي. المستلزمة. هنا على الطرف الآخر تكتب كلمات بما جادت به الصورة، ويظل جزءاً من الحكاية حبيس ذاكرة العاملين في القناة الذين عاشوا تفاصيل الحكاية على أمل أن تجد تلك القصص طريقها إلى الناس، فكل حكاية تستحق أن تروى. كيف نفسيتك؟ كيف نفسيتك؟ الحمد لله نفسيتي ما قدرش أعبر عن نفسيتي كيف الآن.
تجربة حيث الإنسان كانت تجربة جميلة جدا، كجمال نهاية الحلقات ونهاية المشاريع، غير أنها كشفت لنا حجم، يعني بالغوص في التفاصيل كل قضية وكل مشروع، كشف لنا حجم المعاناة التي يعانيها الشعب اليمني وحجم المأساة التي يواجهها وحيدا عن أي تدخلات ملموسة. لفت انتباهي في القصص التي اشتغلتها، ما كنت أتوقع طبعاً إنه حضرموت أو منطقة نفطية وأخرى أن تكون فيها مجتمعات نائية تفتقر لأدنى متطلبات الحياة، يعني مجتمعات وقرى متناثرة تفتقر لطبيب واحد أو مجمع صحي. أيضاً من القصص اللي أثرت فيها كثيراً طبعاً هي قصة النازحين في الجوف، الذين حاول البرنامج وحاولت فكرة المشروع أن تعيد وتستأنف حركة عجلة التنمية وحياتهم، غير أن ميليشيا الموت اعترضت الأمل وراحوا ضحية لغمن بعد أن استكمل المشروع. هناك فرق مثلا بين أن تشتغل على معاناة الناس مثلا وتنقل معاناة الناس دون أن تلمس الأثر أو النتيجة أو العلاج، فكان برنامج حيث الإنسان وفر هذه المساحة أنك تنقل معاناة الناس، ايضا كنت في نهايه القصه او في نهايه هذه المعاناه تلمس الاثر او النتيجه او العلاج. فانا اشتغلت مثلا على ريما، فكان هناك مثلا قصه تنقل معاناه الناس تجاه فيما يتعلق بالبحث عن المياه، رحله البحث عن الماء. هذه القصه طبعا اشتغلتها بكل حواسي لانه انا تقريبا عشت نفس التفاصيل التي لاحظتها او وجدتها في القصه، يعني الناس رحله البحث عن المياه، الاطفال كذا، انا ايضا عشتها في ريما مثلا. فكانت القصه مؤلمه جدا وكثير من التفاصيل لمستها بشكل مؤلم جدا بالنسبه لي، ولكن عندما لمست الاثر فهذا كان مريح لي وشيء بعث عندي الأمل وتفاؤل، ما بالك بالناس الذي أيضا استهدفهم هذا المشروع. كانت الكاميرا لوحدها مصدر تسلية وفضول للأطفال وأيضا لغيرهم، أما المصورون الذين أتوا من مناطق أخرى يجدون أنفسهم في منافسة مع أطفال المخيمات، من يسبق ومن تعلوه الضحكة أكثر. استطعنا من خلال برنامج حيث الإنسان الوصول إلى مناطق ومحافظات كثيرة في اليمن، وهناك أسباب لم نستطع الوصول إلى بعض المناطق وبعض المحافظات، يعني بسبب أسباب أمنية وأسباب الكل يعرفها، ولكننا استطعنا أن نعوض هذا الشيء والنقص من خلال المسابقة، من خلال السؤال الذي كان يطرح كل ليلة في ليالي رمضان. كان معنا 3 فائزين نختارهم طبعا عشوائيا، ولحد ما استطعنا أن نصل إلى بعض هذه المحافظات التي لم نستطع الوصول إليها، مثل صنعاء، مثل بقية المناطق. الفكرة المميزة في البرنامج هو أن البرنامج استطاع أن عمل وفق قاعدة لا تعطيني سمكة بل علمني كيف أصطاد. ميزة البرنامج أنه وصل إلى مناطق شديدة الحاجة وإلى أناس كانوا بحاجة إلى المساعدة فعليا، يعني والاختيار العشوائي والوصول إلى هذه المناطق يعني كان بجهود مضنية ومتعبة حقيقة، نشكر عليها الطاقم في الميدان. 3 2 1 كي. أينما كنتم مشاهدي قناة بلقيس، أهلا بكم مجددا إلى حيث الإنسان وقصة. هل استطعنا أن نساعدهم أم هم من منحونا ما نفتقده وهم لا يشعرون؟ الأكيد أنه ثمة شيء جميل، أما التحديات والإخفاقات فكانت شبحاً يلوح بردائه كل يوم، وتنتهي المعركة في الأخير لصالح الإنسان. حيث الإنسان.
إذن مبروك للفائزين الثلاثة معنا في هذه الحلقة الأخيرة من برنامج حيث الإنسان، وهارد لك لكل من شارك ولم يفز. 90 فائز و90 جائزة رصدت في برنامج حيث الإنسان. صحيح أن المشاركات كانت بالمئات الآلاف، لكن هذه الآلية التي كانت متاحة في برنامج حيث الإنسان، ونحن حاولنا تبسيط وتسهيل الآلية بشكل كبير حتى تتاح الفرصة للجميع، لكن بالأخير كنا محصورين بثلاثة فائزين يوميا معنا في برنامج حيث الإنسان. أنا أذكركم بشكل أخير بالأرقام الفائزة الثلاثة معنا في هذه الحلقة وعن سؤال حلقة الأمس، والأرقام على الشاشة. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان. إذن مشاهدينا، 31 يوما قضيناها معكم أيام وحلقات لا تقاس بالبرنامج ولا هو يقاس بها، فالمقاييس لا تصلح هنا، إذ أن المردود ممتد وصداه ممتد أيضا. فحيث الإنسان صوتكم وصدى فعل أردناه خيرا، ونأمل أن يبقى. لقد كان بذرة امتدت وربت وأزهرت، وجنى الإنسان وحدها ثمارها، ما يزال وهجه مضيئا وسيظل ينمو إن شاء الله، ليحقق الإنجازات والمشاريع للناس ويعالج همومهم ومعاناتهم ويضع حلولا لها. إنها دعوة لكل فاعل خير ليفعل، ولكل صاحب إنسانية لينفذها على الواقع، ولكل مهتم بوضع البلد وإنسانه أن ينجز ما ينبغي أن ينجزه، رفعا للمعاناة وسترا لذوي الحاجات. ما يزال الإنسان برغم ما قدمه حيث الإنسان بحاجة إلى مد يد العون، وما يزال بحاجة إلى لفتة كريمة على مستوى أكبر وأشمل. لا يزعم هذا البرنامج أنه قدم كل ما كان يطمح إلى تحقيقه، لكنه حقق معظم أهدافه المرجوة على أمل أن يكملها في مستقبل الأيام، وهي أمنية من طاقمه أن يكون قد فتح نافذة على آفاق الخير والإنسانية، أمنية يحدوها الأمل. فإن كان قد لفت أنظار الخيرين فخيرا فعل، وإلا فإنما حسبه أنه سعى وما يزال يسعى. دمتم ودامت اليمن بألف خير. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.